مريم مرداسي مديرة دار النشر إيديسيون دي شون ليبر، مرحبا بك معنا في موقع الإذاعة الجزائرية. كلمينا برك نبدأ عن دار النشر ديالك والمشاركة ديالك في المعرض الدولي للكتاب في هذا الطبع. مرحبا بكم، نشكركم على الاستضافة. La maison d'édition Champ Libre a été créée en mars 2008, donc il y a 8 ans, donc mazalt comme on dit حنايا دار فاتية، يعني دار نشر فاتية. حتى الان عندها مطبوعات على التاريخ، على التراث الثقافي، عندنا مطبوعات ايضا في مجال الادب، في الشعر، وعندنا ايضا مطبوعات اخرى في على السياسه وتحقيق صحفي ايضا. دار النشر تاعنا راهي مخصصه بزاف وتعاون بزاف لي جون، تسمى الشباب هادو اللي راهم يكسبوا. عندنا على سبيل المثال عثمان شاغو عنده غير 33 سنه ودار لنا دي روايات قصيره، دونك ان ريكوي دو نوفيل. عندنا زادي مان دارت دي بوردي باغ ما تيت. عندنا ايضا شابه دارت ان ريكوي تاع لا بويزي، الشاعر في عمرها 24 سنه، زغاد رنا. وعندنا كتاب كيما نقولوا حنا الشباب في الكتابه. عندنا الدكتور بوصف صاف جمال دار لو جوغ جي كرو غونيتر، سي ان ريكوي دو نوفيل ثاني. وكاين الاصدار الاخير تاعنا تاع رضا بوبقيره، هو روايه دونك سي ان رومون، هو مستوحى من حكايه حقيقيه، ولكن في بعض الاحيان كاين هكا اضافات. عندنا ايضا اصدارات على الموسيقى، ديكسيونير دي ميوزيك سيتادين دو كونستانتين باللغه الفرنسيه واللغه العربيه، واخر اصدار ايضا تاع البروفيسور عبد المجيد مرداسي ليستوار دو شعبي، دونك لي كومبانيون دو سيدي كسوما اون كونتريبيسيون على ليستوار دو شعبي، دونك يحكي على التاريخ تاع الشعبي في الجزائر، في الجزائر بصفه عامه والجزائر العاصمه يعني. وراهو يوضح يعني باللي كاين الشعبي اون دور دو الجي، كاين في بجايه، كاين في تيزي وزو، كاين في قسنطينه، في عنابه، دونك هذه هي خاصه في قسنطينه.